عدنا لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الكريمات في هذه الليلة الرمضانية الكبيرة، وإن شاء الله أقول لكم رمضانكم مبارك، وأقول لكم أيضا رب يعينكم على صيام هذا الشهر الفضيل ويتقبل منا ومنكم الطاعات، وإن شاء الله نعديه مع بعضنا وقت جميل أنتم في الاستماع إلى برنامجكم حديث الروح الموسم الثاني الذي يعود لكم، وإن شاء الله يعجبكم وتتفاعلوا معنا في كل وقت. إذن عدنا مع ضيفي الكريم الفنان المنشد الكبير أحمد جلمام. أهلا وسهلا من جديد سيد أحمد. أهلا بك، أهلا بارك الله فيك. ربي فضلك ومرحبا بكلثوم بنتي، مرحبا بكم الكل. إذن حبينا نحكي بالنسبة لرمضان في هذه السنة، نحن توا عنا تقريبا 3 أيام صايمين، معناها تقريبا بدينا نسمعوا فيه ابتهالات ما شاء الله جميله وحلوه مش متعودين نسمعوا فيها. سيد احمد جلمام، لو تحكينا يعني السنه عندك توجه جديد في التلفزه الوطنيه. هو مش توجه، هو التلفزه الكل هم تلفزيات نتاعنا كلهم نتاعنا صحيح، لكن الوطنيه كانت البدايه في النواري بلون. انا مع حميد عجاج من الوطنيه، قعدت في ديل الوطنيه ما شاء الله. ملي مع حميد عجاج عمري جي 14 سنه، عملت قمره الليل الله مع حميد عجاج في الوطنيه، وقتها تلفزه نواري بلون مازالت مش ما شاء الله. دونك قعدت لحق في ديل الوطنيه نتاعنا، فهمت؟ سنة ربي سهل بأسباب أو بأخرى، معناتها أنه باش نكون أنا المؤثث نتاع البرنامج الابتهالات الدينية أثر صلاة المغرب بالضبط، معناتها أثر الأذان نتاع المغرب. أيوة. اللي هي كلاسيكيين يلزمنا نحطوا ابتهال وكذا، أكيد مستانسين بأسماء أخرى الحق جليلة وأسماء أعطت البصمة نتاعها كيما لطفي بوشناق، عملوا الإضافة وقدموا. أي نعم، أي نعم. وكنا قبل ما عندناش معناتها الابتهالات الدينيه، كنا نحطوا نقشبندي وطه الفشني والبيطان المصري، لكن ربي شان وجاء لطفي بوشناق وجات اصوات تونسيه. نعم، منير المهدي زاد ربي يبارك له الكل، فهمت؟ من بعد الحق قعدت انا ما عنديش نصيب في قعدت البرة، يمكن نخدم اكثر على البرة كيما راديو اوريون كيما كذا، فهمت؟ نخدم الابتهالات ونروح على روحي لهنا، والحق تقعد غسره في القلب انه علاش انا في تونس لا وعلاش، فهمت؟ صحيح. ولكن ديما نقول كل شيء بالكتب، كل شيء بوقته، زاد لكل اجل الكتاب. أيوة. ربما انا مانيش جاهز الوقت هذاك. الحق الحمد لله رب العالمين، شاءت الاقدار انه باش تبدا عندي 30 حلقه سنة، و30 حلقه معناتها حبيت يكونوا من الطراز الكلاسيكي القديم حتى نرجع الى الزمن الجميل الذي لم ينقده كثيرا الناس، لانه الزمن نتاع توا الانشاد الديني بدا شويه هكا فيه معناها عليه برشا تعليقات وبرشا اراء. بالضبط بالضبط، حبيت نرجع لك الابتهال الكلاسيكي نتاع الكابيلا نتاع الرفران الباهي هكا، الكلام الباهي والصوتيات والنغمات. وفي الاثناء اكتشفت نفسي انه انا ملحن، معناتها انا لحنت قبل، انا ما نقراش السولفيج، ما نعطي لبنتي باش تقرا لي ولا حاجه، ولا نعطي شكون يكتب لي اللحن، معناتها كيما سيدي علي الرياحي اكبر ملحن تونسي انا نشوفه هو سيدي علي الرياحي. لا يمثل عاد سيدي علي الرياحي ولا انا لا يمثل سيدي علي الرياحي، كل حد في مجاله يعني، كل حد في مجال نتاعو. ولكن لحنت برشا، معناتها كي جيت نشوف نلقى روحي ملحن برشا غنيات، هما شذرات صغيره وكل شيء، من بعد ولات تلحين كبير وكذا، ولقيت شكون قال لي اجا نكتب لك وكذا، تو التلحين نتاعي ولا معروف مدون مدون، عملت حتى سيمفونيه، دخلت في سيمفونيه ملاحم، عملت ملحمات كبيره، تو يجي الاجل نتاعها تسمعوها، كملتها جهزتها وكذا، معناتها ودخلت في التلحين. ماذا بينا الاذاعه نتاعنا يكون عندها سبق في الامور هذه ان شاء الله، باذن الله باذن ان شاء الله تعطينا منها نسخه ان شاء الله، ما في شك ما في ان شاء الله حتى تكتمل وبعدين ان شاء الله. ودخلت في التلحين نتاع ال 30 حلقه هذه، والحمد لله رب العالمين، ربي يعاونني، وكانت حاجه ممتازه، معناتها فما لجان اللي هي شرفت عليها واعطتها معناتها بصمه كبيره واعطتها نوت كبيره برشا الحقيقه، الحمد لله. فرحت انا برشا خاطر ديما نقول لك المدارس القديمه يقعدوا الباز نتاعنا والكل، وانا اعتمدت على مدارس قديمه وكله. صحيح سيد احمد يعطيك الصحه والله، اتحفتنا وان شاء الله نكملوا نسمعوا على امتداد شهر رمضان الى هذه الابتهالات الجميله والحلوه. ولكن انت في عودتك سيد احمد الى المدرسه الكلاسيكيه اللي ركزت عليها في هذه الابتهالات، تحب ايضا تقول لنا هذيك هي الباز وهذيك هي يعني الانطلاقه، ولكن ايضا المنشد الان اصبح لديه يعني مجالات اخرى، مواضيع اخرى، الحان اخرى، توجهات اخرى، من حيث الكلمه، من حيث اللحن، من حيث المواضيع، لم يعد ذلك المنشد الذي يتقوقع او يتموقع في مكان واحد والابتهال الديني فقط، لا
الوطن من الإيمان، الأم من الدين، المواضيع الاجتماعية أيضا من صميم الدين بتاعنا. يعني لما يعالج المنشد مواضيع عندها علاقة بمثلا حب الوطن، حب الوالدين، مثلا الذود عن الأهل والمال، كل يعني هذا الإنسان لابد أن يكون أيضا عنده نصيب من توجهاتكم وتلتفتوا له شوي. عندكم شي حويجة مثلا في هذا المجال خلينا نسمع؟ برشا دخلتهم للريبرتوار متاعي وليت نغنيهم في المسارح العالمية ما شاء الله. غنيت على الأم، غنيت على الأب، غنيت على الوطن، غنيت هذوما هذوما مقدسات. صحيح، مقدسات معناتها موجودين في ديننا في القرآن. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، معناتها دوما نشكرهم، الأم والبو نشكرهم وبوسوهم حيين ولا ميتين. الوطن ذاك ما فيش حتى كلام، التراب متاعنا ذا لو كان مش هو رانا احنا مش موجودين. الحمد لله. لازم نحافظوا على بلادنا ونحافظوا على ترابنا ونحافظوا على أهلنا. حب الوطن من الإيمان، معناتها أكيد. ما فيش أكيد. حتى كلام. كلثوم عشني الأمور نسمع حويجة على في هذا يعني التوجه. نعمل على الأم. نعم. الأم نعملوا على الأم. هاي نسمعوا إذا نسمعوا هذه الهدية وأبقوا معنا ما تغادروش الحياة تفهم. حبك في قلبي، اسمك في فمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي. أنت تهواني، أنت ترعاني، أنت تهواني، أنت ترعاني، ولا تنساني لحظة يا أمي، ولا تنساني لحظة يا أمي. أمي يا أمي، تحيا يا أمي، حبك في قلبي، اسمك في فمي، حبك في قلبي، اسمك في فمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي. أدعو مولاي يسمع ندايا، أدعو مولاي يسمع ندايا، يحقق رجايا، يحقق رجايا، يحمي لي أمي. أمي يا أمي، تحيا يا أمي، حبك في قلبي، اسمك في فمي، حبك في قلبي، اسمك في فمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي، تحيا يا أمي. لحن جديد على امه كانوا يبنوا بامه بصراحه، كانوا يهدوا بنت بينا برشا. والله ما شاء الله حلو برشا، ويعطيك الصحه، حاجه جميله برشا، هديه لكل امهاتنا والى كل امهات المستمعين والمستمعات نتاعنا على موجاتنا، موجات الاذاعه الوطنيه والاذاعه الاولى للصحه بالقيروان، اذاعه الحياه اف ام. اهلا وسهلا بكم، وما ننساوش ايضا مستمعاتنا ومستمعين على بلاتين اف ام في تونس الكبرى، هديه ليهم من عنا من القيروان على التردد 89.9. اهلا وسهلا بجميع متابعينا. سيد احمد،
يقولوا أن سيد أحمد متمكن أيضا من الطبوع التونسية ويحب الطبوع التونسية، ولما يخرج لبرا أيضا يحاول يقدم بعض الأعمال في مختلف الطبوع والنغمات التونسية. وأنا كنت شفت لك فيديو ما شاء الله وأنت تستعرض في كثير من النغمات والطبوع التونسية، يعني أنت تصر على هذه الناحية وإلا جيت بتبيعتها حوايج؟ لا جيت بتبيعتها. هو رو العصامي رو من الجمش يعمل بالنوتة ومن الجمش يسبق الفكرة متاعه ويسبقها هو بأنغام ولا لا، يقول يا رب ويتوكل على الله. يتوكل على الله، لا فماش حتى كلام تجي طبيعي بتبيعتها. يعطيك الصحة بارك الله فيك. أيضا حبينا زادة كما حكينا على المراحل هذه، حبيت نسألك على مرحلة في حياتك وفي أيضا في مسيرتك الفنية. نعم. وكان هو عرض بصراحة حلو وجميل برشا، تابعت فقرات منه، وهو عرض المشايخ. عرض المشايخ مع الفنان الكبير المايسترو محمد الأسود، وسمعته أيضا في تصريح يحكي عليك ويحكي على عرض المشايخ. تبقينا اللي قالوا العبارة اللي نحب نفهمها، نحب ناخذ تعليق من عندك، أنه قال من الجمشي في عرض كما عرض المشايخ أني نعمل برشا على أسماء كبيرة اللي ما عندهاش يعني فراغ برشا. قال مثلا سيد أحمد جلمان قمة كبير، لكن قالوا له يعني المستمعين والمشاهدين علاش ما نشوفوش ديما مع في عرض المشايخ. قال المشكله مش في عرض المشايخ، لأن سيد احمد عنده التزامات كثيره في اماكن اخرى، فهذا يكون يعني يحرم المستمع او المشاهد من وجوده. انت ما كنتش يعني موجود بصفه رسميه في العرض؟ لا، هو انا وقتها البرة. فوالا، وقتها البرة وكلمني وانا خارج تونس، قال لي ما انت تجمش تشارك معنا، لانه هو يلزم تجي الفكره نتاع بشيخ ومنشد معناتها من القدم. من القدم كيما اسم كبير وما ادراك ما شكرون ربي يطول في انفاسه، معناتها خذا من القدم، خذا احمد جلمام وخذا سي شقرون وكل. شنو هو القدم؟ انا نقصد بها المخضرمين اللي حضرنا على المدارس الكلاسيكيه القديمه والجديده. وهو محمد معناتها موسيقيين بالقديم بالقديم، معناتها مش ممتاز، ممتاز جدا. كي كلمني قال لي تحبش تشارك في مشايخ؟ قلت له تحياتي كامله انا في الشيء ده، معناتها فرحان اللي باش نشارك في شيء كيما هكا وكل شيء. فبعد كي هبطت انا لهنا الحق لا برفت لحد شيء ما نكذبش عليك. ايوه. قال لي شنو اللي تعمل سيد احمد وكذا؟ قلت له راهو من المستحسن ان نعمل حاجات معروفة متداولة، لا إله إلا الله متاعنا ومولاي صلي. قال لي توكل على ربي، معناتها قدم الحق. والله ما بربنا، ما عملناش لا بروفة لا حد شيء، خاطر مسموعين، خاطر الجمهور حفظهم عليك سي وسمعهم. يا ريت سبحان الله. معناها فماش عازف ما يعرفهمش، فماشي منشد ما يعرفهمش. الفرقة اخويا بكل صراحة زاد نوجه لهم تحية اليوم، هما والسي محمد فرقة ممتازة جدا. تحية ليهم. كاين عازف، فما عدد ضخم من العازفين ومن الكورال ومن الايقاعيين. حاجه كبيره، ما شاء الله. حاجه كبيره اللي قدو محمد، حاجه كبيره برشا، حاجه جميله. لقيت روحي مرتاح برشا، معناتها وكل فون، فما فون كبير تخدميه. لا موسيقى صحيح. ممتازه جدا. حتى كلثوم حضرت معايا قالت لي بابا راهو شيء كبير، معناتها اشبه ما يكون بالسيمفوني. حبيته يتعاود بالشكل هذاك. محمد صغروا يمكن شويه الموضوع، ما انت ردوا في حلقه اقل ناس من كيكا، باش يمكن خاطر باش يمشي به البلايص البرة ولا حاجه، عنده الحق. فهمت كاين. وكما قال هو تجم تقول هو راهو محق في الجانب هذا، انه ما يستعملش الاسماء عليه. لانه الاسماء ينجم يعيط لهم، هو ملتزمين في حاجه كيما انا مثلا. بالضبط. ملتزم حتى يجي موسم الحج نبدانا في الحج مثلا. بالضبط. وهو المواسم تاعنا الدينيه. قداش حاولنا باش ناخذوك في مهرجانات وما لقيناش فيك في دار. بالضبط. بالحق، خاصه بعد الكورونا. ما في مكه ولا في كذا، معناتها في المناسبه الدينيه هو النشاط تاعنا. في المولد النبوي الشريف لقيناك في كندا. بالضبط. صحيح ولا بالضبط. تتذكر ولا؟ صحيح. لقيناك في عندك التزامات في والله الجاليه. الجاليه محظوظين. شنو محظوظين؟ كل معناتها كل ما هما سباقين معناتها. كلموا بعام والله، قبل بعام يتكلموا كذا وكذا. زيد مساكن والله كل صراحه راه تمشي لهم، يعلم ربي راه بحالهم والله. هذيك المتنفس الوحيد نتاعهم المناسبه الدينيه باش يتلمدوا فيها الناس كل، ويتعاشروا فيها الناس الكل، ويتحابوا فيها، ومعناتها ويتصافحوا مع بعضهم. حضرت على مواقف معناتها تسخف بالتبع. الغربه غربه كما يقولون. صحيت. بالضبط. انا نقول كاني عملت عصفورين بحجره، معناتها مشيت باش
نخدم الانشاد وزاد كيف كيف نالف بين قلوب الناس، معناته هذه رساله تنشد يمكن. اذا تحيه نسوقوها لاصدقائنا في كندا وعلى راسهم الموسيقي الكبير الاستاذ وليد الغربي اللي هو غادي عنده يعني نشاط كبير في الموسيقى وفي الانشاد وفي كل شيء، ونهديو لهم وفي كل مكان في مكان اوروبا صراحة. في امريكا الشماليه في كل مكان في الخليج العربي عندنا اصدقائنا ايضا يتابعوا فيك ويحبوك برشا. زاد النبي تبكيهم. اي صحيح والله كي ندخل وليد جينيريك نتاعي زاد النبي. ايوه زاد النبي بحق قشعر محمد التونسية معناتها. صحيح والله الكريم يبداو يبكيو. علاش يبكيو؟ والله شيء يا سيدي هاهم باش نبعثوا لهم نحن حويجه تفرحهم وتشيخهم ونسمعوها تو مع بعضنا ثم نرجعوا للاستوديو. اذا خليكم في الاستماع ولنا عوده بعد قليل.